عبارة عن وجود عتامي على عدسة العين البلورية التي توجد داخل العين. وظيفة هذه العدسة هي تغيير تحدبها بحيث تسقط الصورة المرئية على مركز الشبكية، فيعتمد ذلك على النظر إلى شيء قريب أو شيء بعيد. كلما نظر إلى شيء قريب يزيد تحدب هذه العدسة. طبعاً هناك عدة أنواع من الساد. يوجد ساد خلقي ينتج عند الولادة مباشرة عند الأطفال، وهناك ساد ينتج عند كبار السن، وكذلك يوجد ساد آخر يوجد عند فئة الشباب الذين يتعرضون إلى أمراض، إلى إصابات في العين أو إلى أمراض عضوية أو أمراض التهابات داخل العين. طبعاً المريض الذي يشكو من الساد أو الماء الأبيض يشكو من وجود غباش في الرؤية، وهذا الغباش يعتمد على مكان العتامة الموجودة في العدسة. أكثر الأسباب شيوعاً لحدوث الساد هو التقدم في العمر، وكذلك يحدث عند وجود أمراض عضوية خاصة مرض السكري. طبعاً العلاج الوحيد لهذا المرض هو المداخلة الجراحية. حديثاً أصبحت هذه العملية من العمليات السهلة والدقيقة، حيث يتم إجراء هذا العملية فقط في مدة 10 دقائق بدون إجراء أي تخدير أو أي غرز بعد إجراء العملية.